سلسلة مطارات فلسطين، الحلقة الثالثة، حرب النكبة، المعركة على المطارات، سرقة سماء فلسطين. في بداية معاركها للاستيلاء على فلسطين، تعرضت العصابات الصهيونية في 15 من أيار العام 48 لهجوم من سلاح الجو المصري على تل أبيب، دمر مدارج طيران ومحطة للطاقة، لتدرك العصابات الصهيونية أنها مكشوفة جوياً. صال وجال سلاح الجو المصري والسوري والعراقي في سماء فلسطين، ورغم قلة عدد طائراته وقدراتها، فقد كان للطيران العربي دوره في تلك المرحلة من المعركة. كانت خطة العصابات الصهيونية المضادة هي الاستيلاء على المطارات لإيجاد موطئ لصفقة طائراتها الجديدة ومنع الجيوش العربية من استخدامها. وفي هذا الإطار شنت العصابات الصهيونية العملية داني باتجاه كل من اللد والرملة بهدف الاستيلاء على مطارين، أحدهما مطار اللد والآخر مطار عسكري في الرملة. وفي نفس الليلة استعان العدو بطائراته لشن ضربة جوية على اللد والرملة، لتنتهي عملية داني باحتلال مدينة الرملة واللد ومطارها. استغلت العصابات الصهيونية مطار اللد في نقل المعدات العسكرية بين المستوطنات الصهيونية، كما استخدمته في عملية أفاك لنقل 1700 جندي من لواء يفتاح التابع للبلماخ لفك الحصار الذي فرضه المقاتلون الفلسطينيون والجيوش العربية على النقب. بعد حصول العصابات الصهيونية على 25 طائرة من طراز أفيا أس 199 من تشيكوسلوفاكيا، خسر العرب سيطرتهم الجوية بفعل سيطرة العصابات الصهيونية على المطارات الفلسطينية. فبينما كانت طائرات سبيت فاير المصرية تقلع من مطار العريش لتنفذ مهماتها في عمق فلسطين، امتلكت عصابات الاحتلال خيارات متنوعة من المطارات التي سيطرت عليها على امتداد الأرض الفلسطينية، والتي أتاحت لها سرعة الاعتراض للطائرات العربية، توسيع مدى غاراتها على القرى والمدن الفلسطينية، وارتكاب المزيد من المجازر لتهجير سكانها، النقل العاجل للقوات، وإيصال الذخائر والمؤن للمستعمرات المحاصرة. خسرت جيوش العرب سماء فلسطين حينما خسرت أرضها ومطاراتها بفعل سوء التخطيط وخيانات عدة ودور المستعمر البريطاني لمصلحة المحتل.